بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكل انتو عنو ناكسن ميلك استوشوكتان كسو دواد برامج كنت الماما قرآن كا سحر ريد هدو داون شرتين حليقا نوكالة وبرامج كي كوبية تمناد يا عيدي كوبية تمناد يا شيخين نمرتونا يا شيخ المشحاة شيخ إبراهيم مرغة كوبات سودو يا شيخ الشيخ المسيس جزاك الله خير كسودو برامج جزاك الله خير شو عبد الله الله يبارك جزاك الله خير شيخ المس وعشر كي كوبية تمناد إن سحر ريد أدومنا جزاك الله خير وقتي يا نصيصي إن عايدن الشيخ رسمات إن شاء الله تعالى أي نكوب بلابنا مع عشر كين نكوب يتمناد وحوين إلهي وعلي سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. آيات لبا بقول يسي علي اللحدن سورة البقرة آيات أمرك كوبات معنى هيك دبنا مركا سين السؤال قيبتي ذاك اللي أقلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد إلهي وحلي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إلهي وحلي سبحانه وتعالى إلهي أي حكمت سيا عدو دونو عدو إلهي حكمت سيانا فقد أوتي خيرا كثيرا قف قاسي خير بدن أي إلهي كلا كل مي وما يذكر ما حصوصتو كما نوان توبو إلا أولو الألباب دات كمان كي عقلك أصاحبك أهمو يعني يا كفا إذا نعم مرقى حكمت دنو إلهي آيدك الشيكي وحكمت دوام حي حكمت قرآن كا وحي وصو أرورتي إلا سدح معنو مر القرآن كلفتي سالة يدا وحكمت وحكمت مر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالا يدا وحكمت مر وحي وصو أرورتي معنو واند الموعظة واند لفتي ذا أي مر لا يدا هذا هل كان لكي وحلو جيدا النبوة والنبي النمذي يا هكذا محيط اللو جيدا ووحكالو هوس إيمان إياه الفقه في القرآن قفكو إلهي سبحانه وتعالى قرآنك فهم سيو قفكو إلهي قرآنك فهم سيو ووحكالو سو هوس قل إياه دينت إلهي برشد دي أقونت دي قفكو إلهي لابتي سألقو إذا نفتد وحكمة وحكالو لورنك رهالكا قفكو إلهي لابتي سألقو عبصد إلهي الخشية إيو إنه حلال ميرتقف كل نقض الورع إن تاصل إذا لذا ومعنيه الدين إلهي مركها كلا يحليه يؤتي الحكمة من يشاء قفك إلهي حكمة أوصي إلهي عدو الدوراء إلهي سياية الفقه ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانا ده قرآن كأول فهم ده كل نقع كيسة ده عبسي إلهي إيو حلال مير إن تاتل ما محاصل إذا لذا وحكمة دي ويا نعم جزاك الله خير شيخ البسان مركة حكمة داسي دمان معنى يا شيخ اللي دوينه اللي هاي يدو حمبارسن هيك كوبان تاي حكمة قال واحد دونين إن 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 معنى لو قابنا إسهاران واحد الحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب وحول إن أدكتد ماشي كوها بوند واحد حكمة هذلك ماشي سي قفك ماشي سي إلهي سبحانه وتعالى إله نمذيسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي نمذيسي قرآن كا كتاب كيسي قفك إلهي سيو معنى هاس أو درين كا وقفك إلهي أسيو أي وحول بطنقا ماشو أقلمي أو كهبونا وحكمة إلهي سبحانه وتعالى أسيي لذلك إمام مالك ابن أنس إمام كيد أهل المدينة رحمه الله وحي الحكمة إنها المعرفة بالدين وعدي أقوم له دينت إلهي سبحانه وتعالى والفقه في التأويل تفسير كي قرآن كان فهم بإلهي سبحانه وتعالى والفهم الذي هو سجية يفهم قفكو وحن وشيغ يهدي وحفظيو يهدي وفهم وكلا معنى إلهي فهم كين سبحانه وتعالى وقدر سبحانه وتعالى انت محاكنا اللي يحيري ونور من الله تعالى وافتيني يحنون من الله ولابط إلهي قفك ودغي لكن محو كدرانيا الفقه بالدين ومعرفة القرآن
والعمل بسنة النبي إن تاسو إذن با قدال قفكو حهليا افتين بو لابتو إلهي لابتو سودغا يا حق يا باطل وكو كالو يا في عني يا حن جدك توسن يا جدك قلوصن وكو كالو قرانا يو وافتين ونور من الله تبارك 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 وتعالى تاريخ لآدمها أو إذن مكعات سو أخردين إنسان كو هد يجيرو حول دغال أدك وكل جري سوغ أو حكمة دون أح wuxuu insaanku kula jiray taa dagaal inda laanta ona haynti araga ahayne ti gunta hoos ahayd fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur hebin wa inda la ya wax ma arq ma ahabu laakin meesha laga inda beeray qofku ka daboolma wa qalbiga billahi subhanahu wa ta'ala meesha la iftiiminaya ee xikmadu ay tooshka ama leerka ay ku siraasana waa qalbiga muxtali weey wa meesha aad adiga oo qofka waxba ka garanayn meel fog marka aad ka aradid aad qalbigaaga u dagayd leedahay innaha farasatul mu'min wa hikmati wa nurki ilahay laabtaada uu muxtali u guriday wa hikmadaas laabta qofka fadhiisatay waa ta taariikhda aadamaha oo idil insaanku u jecla inuu had iyo jeer wax cusub u helo sidoo wax u beeran laha sidoo dhar u tolan laha sidoo dabka isaga celin laha sidoo dabeesha isaga celin laha sidoo bulshadiisa u maareyn laha sidoo cadawga dibadeed isaga caabin laha raadinta uu qofku u raadinayo wixii noloshiisa badbaadin laha ayuu idili innaha alxikma waa xikmad ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaa culimadu waxay yidhaahdeen xikmaddu saddex qodob bay ka koobantaa oo midi mid walba keligii aan la oran karin waa xikmaddii laakiin saddexdu waa inay isku xidhiin koow adhaka maskax badnaanta intelligent waxay gaawada ay yidhaahdaan qofkaas waxa ku dhahay waa intelligent ama waxa ku dhahay qofka IQ giisa sareeya adhaka adhaka oo dhakaagu waa min Allah dhaka qofna suu kama soo iibsado meel laga bartaa ma jiro iskuul dhaka ku baran ma jiro jaamacad leh dhaka aan ka soo bartay ma jiro buugo ilaahay dhaka baan ka akhristay ma jiro qofku inuu maskaxdiisu maskax fur maskax ee shaqeynaysa ay tahay weelayn karta aqoonta waa koow waa hiba ilaahiya ilaahay baa hibada horta bixiya waa koow maxaa ku xiga alcilm aqoonta aqoontuna waa muktasab adaa raadsanaya aqoontu waa muktasaba walaad haadisa akhridaa oo adigu aad gashaa qodobka saddexaad waa maxay aliraada waa doonis ila adigu maxay tole aad maxay tole aad leedahay dhakaaga ilaahay baa bixiya cilmigana adiga ayaa raadsana inama alcilmu bitacallum walxilmu bitaxallum maxaa haray aliraada doonitaanki doonitaankana ayaa ku siinaya mujtamaca bulsho weyntaa bixisa oo markay bulshadu ay tahay bulsho qiimeynaysa aqoonta bulsho qiimeynaysa maskaxda hufan bulsho qiimeynaysa waxa aqoon ka dhashay bulsho qiimeynaysa xikmadda iyo hadalka suugaanta iyo hadalka toosan qofkii waxaa galaya noqo dadka la qiimeynayo noqo adna iraada ayaa layma saddexdaa markaad isku qabatid dhakaa'un min allah cilmun xaggaada adiga ka yimid iyo iraada aad ka qaadatay bulshada aad ka qaadatay xaggaasa xikmaddu ka dhalataa naam jazakallahu khayr sheekh almiseen aad iyo aad baad umaadsantahay runtii si aad qurux badan baad u tilmaantay marka markuu dhakaa qofka ilaahay dhakaa u siiyo iyo maskax badnaan ama uu qofku cilmi fiicanba bartay inuu haddana mujtamaci ka helaynin mujtamaci u taageero ka helaynin oo iraadadii ama taage kalkaalin mujtamaci aanu ku dhiirigelinayn inuu qofkii markaa aqoontiisu ay sii kobocdo aragtidiisa la dhegaysto taa lafteed waxay ka mid tahay sababa mushkiladaha shiiqinaya baabi'inaya inay markaa aqoontu kobocday kor socoto waa mushkiladaha koowaad ee adduunka saddexaad iyaga inoo bixiyey horta malaha imika adduun saddexaadba ma jiro berigoon adduunka koowaad ee reergalbeedku ahaa adduunka labaadna wuxuu ahaa ruushka iyo wixii shiyuuci ah adduunka saddexaadna inta soo hadhay buu ahaa imika mid labaadba kii labaad adduunka waa ka baxaye malaha waa midka koowaad iyo inta kale kabaso adduunkan magaca waa laga tegay imika saddexaad iyo koowaad imika waxaa leedahay wadanada horumaray iyo kuwa soo socda marka kuwa soo socda inu ku jirna musiibada ugu weyn ee haysata waa maxay dadka kale kama aqoon liitaan
كما تيارا حق الذكاء كما إلهي بات حق يبيا المسلمة بحي استوى محي بلشدي بان قيمينين مريه كجري هل دور كودي با وضا قاجورا يا هل دور كودي با عدلا بيعا جاهل كعودكي سلم مغلا كعودكي سدير يهي نواقي سدير يهي با لوسو جوك سدا كمسكح ذا مرم أيام معنى له لكن كودي إذا قونت الله إلهي لبضع اسكو قدري ذكاء إلهي يسيي إساقونا وحبرتي هجدان كشاقه كمالي ثلاثة شقة محيطة لكمالي حرمة ضي حرمين ده شقة كمالي مركة ميل أي هركة عيان أمد مراني واحد كفلي كرتوا محي وحيدا هذا العلم وحصوصة را دودة وحينا تريسة العلم وحصوصة را محي خبك أي عريا حكيم كنا كسوى عالمك دودي بو خبك لو كوسمي وعلمي بو كوسمي حكيم كوا محي بالليل قول ما دودي انتهت كاستعماشا خبك انا قول ما استعماشا انتهت كاستعماشا ما يرو كاغا باهنايد ان يرو جوكسيسين حداد نوكلير كوريدد كور بحكمة با ليس بحكمة إذا العالم كي وحين وصل صار يا أدوات كي حكمة يا حكيم كنا انتين كاستعمالنا ها إما عالم والحكيم هين بجرا إما حكيم والعالم هين بجرا أي جرا ها إما كودين حاج عبد الوراب شهادة من لقصة وقعتي ما تكون قرن حتى لما محاكو أروري لكن حكمة باكو أرورتي ما هاكو أرورتي بقول كاسرنا يا ديارات كأها ماشي لغو جبي ماشي لغو ليباني نبتي دعضي يا نفتي لهري هشيسين يا دقال منوه وكياني انتو نبو أروري مركاسا واحد مقلسا لبضي سنة سنحلي سنة سنة مرويت ورانا يا قارن أورك استوى هذا الكل ورانا يا مسياد لذا إذا سنحلي سنة مر ها هذا الكيساس نوحو نعيا حلقي دي قوبتي دي السجية ويستاهلة دو هذه الحكمة زاك الله خير شغل مثلاً مركز نتاكل نماذج مركز ووحي الله نقول عن هرم مرلا أنت إيه مشاكل كنا هاي استورد نوحي نقول عن سدى إنا نكل فهن سنين حكمة إيه أرماعة المعطي زاك الله خير يعني شغل مثلاً حكمة أيضا يؤتي الحكمة إلى هاي من يشاء عدو الدونة إلى حكمة سيئة مركز حكمة إيه قرآن كورت حريد نوعية إيه كده ما دام انو نري حكمه دي وحي كدالتي مسكح الى هي بخيي يا اقون ادراتتي يا مجتمعي قيميهي وحا صورت كان marka حكمداسي sida ay falaasifadu filosofarisku ay sameeyeen inay aqoontii iyo wixii dan ay moodaan inay maskaxdo dan u furaano ilaadaan wax walba anaga hanala waydiyo qaanun ka hanala waydiyo legislative ka inda jinta anaga hanala waydiyo aadamaa habaahiis anaga hanala waydiyo ee xiriirka aadamaha ka dhaxay anaga hanala waydiyo aadamaha iyo kaunka universalka waxa ka dhaxeeya ayaanu ka jawaabayna inta si durkaan baba laga yaabo in metaphysics waxa qaybka ka baxsan ay ka jawaabaan ilaah laftiisaba ay calaamad su'aal ay galiyaan marka si taal loo xakameeyo oo loo dabro ayu ilaahay xikmadda had iyo jeer wuxuu ku laraa alkitaab waxyi ها حفور رو مال ان مسكحدا لوغو تلا غلين ان اي كشقايسو هجينين مسكحدا waxaa loogu tala galay adduunkan inay ka shaqeyso baahiyaha aadamaha inay soo saarto tala lagu tala galay ee lagu ma oran qaybka iyo mustaqbalka iyo ilaahay kaga shaqee looma sameyn ba ilaahi abuuray baaban ayaba maxay tur u sameeynin waa halka marka la rabo faylasufka muslimki ah inuu dabri yahay أو محي وكنت بريه هاي كتاب كيس النبي أي قبطانو إيريا أما منطقة اللي هو قط تلقى لي ما كاد إن أتكف على قيسا وحلكم إيه حكاية شقين سأنا دبر كأنا محي تولي أنا محي دبر كأنا أفرنن عمر كان أي نيتشا يدور خيم يو سبنسر فرنسي فرانسيسكو إلى هذين قرن جس قال يا طبانات مرك إلى هذين وودن تي إلى هاي ساينس كائنون نقول يا إله ومركي جابين بحني مدر هاي قلبيات كماشي وقو كبير كبضميت وإذا خلاص وبهني ما تاني وحي دمبر أنا هكا جوابنا
باهيه آدمه لبدا بني آدم علاقه كدحايسا علم بان اسميسن سوسيولوجي ليرا انسان كغنتيسا باهيده كجيرتا سايكولوجي بان اسميسن تاريخ ذا آدم وصومر من آدم إلا مانتا أنتروبولوجي بان أسمى يسونه إستاذا كجوابية واصدح ذا كنيسة دو كجوابي جرتي نو مور بين هذه المركة علوم بابا محيطة الله أسمى يستي إستاذا مكو حولي ياهي بعد علاقة ذا آدم هكذا حيسا تاريخ ذا قصير في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق بارا لكن في النهاية جواب الدنب وحي قاله إلهي بالله سبحانه مركة حكمته وإن كنت دبرنتهي وحي إلهي سبحانه وتعالى نعم إذا قال الأخير شيخ المسان سؤالنا وجودا بيسا برنامج كنا نن أستامها لغو قرط قف حكيم كأ إلهي حكمة السي أستام النوعية كسر شعب بحياة ويدت كوكو قرنا ينو قف كاس حكيمي لا بقى ضوي نجي هراء الشيخنا مد نوا الشيء ما كوك ختم مد نوا علمي يقف عقول لي يعني مد نوا ينو أنت قول لي يعني تقولك سد هذا التلمامة وحكم ذا qofku inuu karti u leeyahay in uu dhacdooyinka culayska ay leeyihiin iyo dhumucda ay leeyihiin wax mid walba uu meesheeda u dhigi karo arri yar haduu buunbuuniyo xakiim ah arri weyna haduu la yaraado xakiim ah xikmaddu talaabada koowaad ee qofka ay siisaa maxay tahay waxa weeyaan dhacdooyinka iyo ashkhaastaba قف قيمة له هدو أكتا هذا كان نغضا كورا قف أنجرنا هدو أكتا هذا كوينا كورا حكيمة تهت نعضا يا رو نعضا أوه إنا لقى جوابين بقى كل نعضا أي موضع طيب إنا لقى جوابين بقى هدي أت كورا أت كنت نكتد قضية ناشنا لو قرن أوه لو كنت تغيو أرن قرن أطال أو قرن كأوتنا بنتيس أوه هدي لحالي لقو الليباني لهانا haddana agtaada wax qiimo leh aanay maxay toolay aanay agtaada aanay kala hayn waa mushkilad waxa yiraahdeen al hakim waxa uu weelayay oo og yahay dhacdadan maanta hortaala wixii ka horeeyay shalayba uu weelaysan waxa uu hakimku istishraaf ku sameeyaa waxa uu hiigsadaa ama saadaaliya biritoole labada qodobba markaan ku daraya cilmigi iyo dakaagi aqoonti iyo maskaxdi waxaan ku darana hakiimku waa inuu wax walba xajmkeeda uu leekaysiya hana ka weynayn hana ka yarayn laba shalay buu og yahay ma qabla lahda dhacdada dhacday maxaa keenay af carabiga waxaa la yidhahdaa saddex buu leeyahay af carabiga balaagada marka laga hadlayo ayaa waxaa la yidhahdaa jumlada af carabigi sentenceka af carabigi waxa loo eegaa baa la yidhi siyaaq iyo sibaaq iyo lixaaq saddexdaadna aan u dhadhansan af carabiga qur-aanna fasiri karay maayo axaadiis nabina tix gabayadna ma karan karay saddexdaasaa lagu eegaa af carabiga xakiimka waxaa lagu yidhi si uu qofkaas u dhinahna waa qof xakiimo yu'ti lxikmata man yashaa maa qabla lahda waxaan aad ka hadlayso maxaa keenay hadday sii socoto maxay gunteedu ku dambayn kartaa waa saadaalin hada huwa alxakiim nacam jazaka allah khayr sheekh almisan su-aasha ugu dambaysan ku weydiiyey waxay xasuusa hadalkaaga imi ku dhex jirtoon waxaad tidhi qofku waa inaanu samayn dhacdooyinka dhacdooyinkaan u kala weelaysnayn macnaha weelkii uu dhacdooyinka ku kala shubayay ayaan u qiyaasnayn dhacdo weyn ayuu qofka wax yar ka dhigaya meel yar ku shubaya dhacdo yar oo dhacdayna weel weyn buu ayuu ku shubaya dabeedna taas waxay keenaysaa inay taariikhdu ka qalloocsato inay midhaha usoo baxayuu ka fikiraya ka qalloocsamaan iyo wixii lamid a marka maxaa abuura marka masalan iminka aynu telefishinada daawanno ama jaraaidada la akhriya ama idaacadaha la dhegeysanaya marar badan waxaad maqlaysaa qofkiiyo waxyaalo dadka intooda badan agtooda ku yar ummad buunbuuninaysa ama wax waa weyn dad dhasbiin ka dhigayo aan ka fikiraynin maxaa sababo markaa inay dadku noocaa noqdaanoo mujtamacu saa u fikiro alhawa wa xubu dhaati dan gaaraa ugu jirta hawadu soo ilaahay ma odhan afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu subxaanaka waa maxay hawadu maxay naftu jeceshahay weyn markan arin qaran oo weyn
ويرين يو أرن يرو حل قابل وبهنا وينين يو ما أها أرن كو قرن لا يعني ما أها هوذي سهل كم كجرتا هل كري وحو كجران السجا كقف كان هاد لا يا أي أرن كري أرن كو وين وياي السجا لفتيسي مركا وان هوذي معتو لا عياريا وقف هوذي سي لا عيار رابر بوشدي إنه كأيبي هوذي سي وكرة لجيل مركا بلشو ده هدي أي تاي بلشو حكمه أي كده ده يهين مركا أبغى يسوريا مركا أبغى أركو وهاي أرك دعنا ذري وما بحنا ضوطة إنت هلك وما بحنا بومبون ده إنت هلك سيرة حس الله حلين كرا ما أرك الله بومبون يا مهاجرة مركا أبغى على مسؤول بس عرسا هدي بلشو ده بلشو وعي له أو سوجي ده أي تاي أرن مدناء ككعا عيلة يدا هذانا مركو أركو إنه سوا warka waxa ugu dambeeyay maxay tole dhigaya ama meel yar oo kale maxay tole ku qoray bulshada yaabsa arinkan wuxuu mudnaan buu leeyahay danteeni ba ku jirta mustaqbalkii ubadkeena ku jirta si jiree si ayaa ku jira muxuu hoos ugu dhigay marka qofku markan uu hawadiisa iibinaya ayuu siraya al mujtama marka mujtama dhowaan haduu yahay arto waxay ku mahmaahan bulshooyinka qaar waxay ku soo aruuraan foori foori ba ku fureen isku soo aruuraan والله قاتار كفر أي كلا أي كلا يا هذا مجتمع هالك مريا ويا هاي وفودي طلع و مركا بس وأروه يانا والله صير كنا قف هودي سوك إيمين مجتمع ولكن مجتمع قول له دويا أو حكمة له أو ذكاء له أو دين له أو كلا جرنا يا قدار كي يوم معانك كلا جرنا يا قابلنا يا تهرك كلا جرنا يا مذو يا عدار أو كلا عدها لما صير كلا حشان الله جزاك الله خير شيخنا هذه أتبع ما تنتهي رنتي و و وانا وحيارها هاد يجير مرر بدن مركين مجتمع مجتمعات كانوا لنا والله هاي لوفير صدق أما سياسة ده كسر صباحا أما أريمها بلشدة لما أنت مرك الله يقول إن تدك هاي جنوا هاي عند عدوين كماشي اللي جاي جزاك الله خير آدي هاد بدن ما حسن تاي طاو ديال أنت وحين كسر قبل قبلين أنا برنامج كين نيت المعما قرآن كي يقيب تيجي كوبي تمرات تاني يكون أنت دم بدن ما تيجي وحين ذكية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.